testicular feminization syndrome other causes of male seed hormone fratism. أسباب أخرى لأنه يكون في اللي هو يكون سود هرمافروديت يعني الميل فيكون في شكل أنثى. testicular feminization syndrome اللي هو يكون في تأنيس, feminization يعني تأنيس للخصية, متلازمة تأنيس الخصية أو عدم الاستجابة للأندروجين, متلازمة يكون فيها استجابة للأندروجين. this is one of the form of male pseudo hermaphroditism. دي واحدة من الأنواع بتاعت إنه يكون الرجل بيكون في انطباع على إنه هو أنثى. due to complete androgen resistance بيكون في مقاومة تامة للأندروجين caused by receptor defect, ما في مستقبلات للأندروجين, عشان كده ما يكون في أي وجود للأندروجين. أندروجين المولرين inhibiting secretion are secreted normally, بيفرز بكمية كافية الأندروجين والـ MIS. however لكن because of the receptor defect لأنه في مشكلة في المستقبلات, أندروجين fail to form internal or external جينيتاليا, الأندروجين يفشل في إنه يعمل أعضاء داخلية وخارجية of males, الأعضاء الداخلية والخارجية للرجال. مزازر هاند في من ناحية أخرى, the MIS act normally to prevent formation of female internal genitalia. وبالمقارنة إنه MIS بيشتغل بطريقة طبيعية عشان يعمل أعضاء الأنثوية الداخلية. Therefore, in this patient, there is a female external genitalia, but the vagina ends blindly because there is no internal genitalia. بيقول يعني الأعضاء الخارجية للأنثى تكون موجودة, لكن الفجاينة بتاعتها بتكون تنتهي وتكون مقفلة لأنه ما في internal genitalia, ما في الأعضاء, ما في اليوترس, ما في الرحم, ما في الأعضاء الداخلية الأخرى. طيب 5-alpha reductase deficiency. الـ5-alpha reductase deficiency the enzyme that converts testosterone dihydrodesterone, هو ذي الإنزيم اللي بيحول التستيرون لدايهيدروديستيرون, يحول التستيرون لدايهيدروديستيرون. لما يكون الإنزيم ده يكون مفقود يحصل نفس الشيء, بيكون في سودو هرموفراتيزم. 17-alpha hydroxylase deficiency دي كل الحاجات دي بتكون في الأدرينال جلاند في الغدة الكظرية, نفس الشيء في 17-alpha hydroxylase deficiency بيكون في ما بيكون في سودو هرموفراتيزم. طيب البيوبرتي البلوغ definition, ايش هو يعني البلوغ؟ the period when the endocrine and gametogenic function of the gonads have first developed to attain reproductive capacity. هي الفترة, period يعني فترة, وين الاندوكراين الغدد الصماء والجاميتوجينيك فانكشن وظيفة بتاعت الأمشاج of the gonads للجوناد have first developed لأول ما خلاص تبدأ تشتغل وظيفتها to attain reproductive capacity, لكون عندها قدرة على التكاثر, يعني يكون في قدرة على الحمل. onset متى تحدث؟ الأنسات of puberty varies according to genetic and environmental factors, بيختلف متى عمر البلوغ حسب بيكون ظروف جينات وبسبب أو حسب البيئة. It is at the age of range of 9 to 13 years of female, في الأنسة عمر 9 سنة إلى 13 سنة, وفي الأولاد بيكون من عمر 11 إلى 15 سنة 11 to 15 years. ميكانيزم في أنسات كيف يتحدث؟ Although the pituitaries of children contain gonadotropin, بالرغم من إنه pituitaries الغدة النخامية فيها gonadotropin, and their hypothalamus contain gonadotropin releasing hormone, والhypothalamus عنده gonadotropin releasing hormone, يعني إحنا عارفين إن pituitary الغدة النخامية بتطلع gonadotropin releasing hormone. بيجي من الهايبوثالاموس يجي جوناثروفين ريليزنج هرمون, ويجي للبيتيوتري, البيتيوتري تطلع الجوناثروفين. The release is inhibited by unknown neural mechanism, لكنه في شيء عصبي بيقوم بيوقف إفرازه.
What initiates the release of these hormones؟ إيش اللي خليهم تبدأ and start puberty is still unknown. بس ما معروف إنه متى هي تطلق وإيش اللي بيخليها تتأثر إنها تطلق وتبدأ البلوغ. However, it's thought to be some sort of CNS maturation. لكنه يعتقد بإنه لأنه حصل نضوج في الجهاز العصبي ليه. The CNS maturation اللي هو نضوج الجهاز العصبي initiate release of gonadotropin releasing hormone. بيبدأ إطلاق الجونادوتروفين ريليزنج هرمون on pulsatile baterin from the hypothalamus. لما الجهاز العصبي ينضج يكون mature يبدأ في إطلاق الجونادوتروفين ريليزنج هرمون في pulsatile baterin. في pulsatile يعني مثلا بالصباح كتير بالليل قليل كده يعني pulsatile مش ثابت نبطي كده. This result in release of gonadotropin FSH والLH from the pituitary gland. لما هو يفرز الجونادوتروفين ريليزنج هرمون بالتالي الجونادوتروفين اللي هو FSH والLH يتجي من البيتيوتري. اوكي فالهايبوثالاموس طلع جونادوتروفين ريليزنج هرمون وبالتالي اثر على البيتيوتري. البيتيوتري طلع FSH والLH. The gonadotropin control function of the gonads. The gonadotropin دي تجي ال FSH وال LH دي تتحكم في وظيفة الجونادز اللي هو التستيس والأوفري. A release of the sex hormone وإطلاق هرمونات الجنسية في الرجل التستيرون وفي المرأة الأستروجين والبروجستيرون. The sex hormone result in appearance of characteristic feature of the بيبرتي. الهرمونات الجنسية دي تؤدي إلى ظهور بعض العلامات البلوغ الثانوية. appearance of the characteristic. اوكي فدي قلنا هنا علامات البلوغ.